الشعب المغربي بقدوم عيد الفطر ان شاء الله. نتمنى ربي يعيدوا علينا دائما بالخير والبركات. اولا تنشكر جميع اللاعبين على الاداء ديالهم البطولي اليوم. هناك تحسن على المستوى الدفاعي اللي تعطينا واحد الانتعاش نفسي بالنسبه لقادم المقابلات. كنظن الان باقي لنا مقابله على الفتره لا سيزون ريغولير باش ندخلوا مرحله الكاس والبطوله المصغره. نتمنوا اننا نزيدوا في العمل ونكونوا في مستوى تطلعات المكتب المسير والجمهور الطنجاوي الكبير. المقابله ديال اليوم كانت مقابله اللي صعبه ضد واحد الفريق اللي تيضم مجموعه من العناصر نقولوا اللي كتكتسب خبره لا داخل المنتخب الوطني ولا اللاعبين الاجانب. حاولنا نسيروا ايقاع المباراه الحمد لله كنا في المستوى وما كانش عندنا شي ضغط كبير. كنا كنتمناو بطبيعه الحال ننتصروا، ما جابش الله كما تنقولوا التيسير. نتمناو الله في المقابلات، بقى لنا مقابله وحده ضد فريق المغرب الفاسي، نتمناو نكونوا في المستوى باش نحققوا الصعود لمقابله البلاي اوف ان شاء الله. بطبيعه الحال فالفريق كما شفتوا كيضم مجموعه من اللاعبين الشباب اللي ما كيتجاوش العمر ديالهم 23 سنه. حنا الهدف ديالنا في هذه السنه هذه كان هو اعطاء الفرصه لاكبر عدد من اللاعبين الشباب، والحمد لله تمكنا من هذا بدون اجانب بطبيعه الحال، بدون لاعبين هذا، فحنا تمكنا من الحصول على المبتغى ديال الفريق اللي هو اننا نبقاو في القسم الاول، وباقي عندنا الحظوظ ديالنا باش نلعبوا البلاي اوف ان شاء الله. وكيشتو المقابله كانت في المتناول، بحسب لان فريق الجيش الملكي فريق ماشي بالسهل، ومرينا بواحد الظروف اللي كانت صعيبه، ولكن الحمد لله بمجهودات ديال اللاعبين والتعليمات ديال المدرب استطعنا باش نفوزوا ونحققوا ذاك الفريق اللي كان شويه شاسع باش عطينا فرصه للعابه الاخرين يلعبوا كل شيء، باش حيت داخلين على مباراه الماتشات اللي هما جايين شويه قاصحين ديال البلاي اوف وخص اللعابه كلهم يكونوا واجدين. والحمد لله على هذا الانتصار ومبروك عيدكم. المقابله اليوم كما شفتوا كانت مقابله يعني ماشي سهله، لان خصوصا مع فريق اللي كيلعب بشراسه، وكانت المقابله قبل الاخيره قبل التوجه الى مرحله الحاسمه اللي هي البلاي اوف. اللاعبين حاولوا ما امكن انهم يطبقوا التعليمات ديال المدرب، وكانت مقابله يعني اللي في الاول ما كناش شفنا شي حاجه يعني اللي ممكن اننا نهضروا عليها، ولكن في الشوط الثاني الفريق تحرك شويه وتعطى الفرصه للاعبين كاملين انهم يلعبوا، وغادي ندخلوا على مرحله اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونحاولوا ما امكن اننا نزيدوا نتحسنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم.